الثاني من الميكانيكال افكتس هي الباي تلك ستريب. نجيب مادتين والمادتين هذول بدنا نطلع نلاقي لهم ديفرنت، اذا كانوا نفسهم ما راح تشتغل الهاي، لازم يكون ديفرنت ثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشنز. فراح نجيب الماده الاولى بثيكنس معينه ونجيب الماده الثانيه، لازم نعمل بوندينج بين المادتين، لازم هذول المادتين يمسكوا تماما ببعض. يعني ما في مش ما بصير اثبتهم بس بنقطه هون او بنقطه هون، كل هذا من هون لازم يكون المادتين ثابتين مع بعض ماسكين. هاي الماده A وهاي الماده B. على درجه حراره مثلا الغرفه فرضا 25 سلسيوس راح يكون الطول لهذول التنين متساوي تماما. لما ببدا الان بزيد درجه الحراره، ماده A لها higher thermal coefficient of expansion من B. لما بتزيد درجة الحرارة ايش يصير؟ راح يصير بطول A راح تبدا تزيد، B راح تزيد بس ما راح تزيد بنفس الطريقة، حتى هدول التنين يضلهم متسقين ببعض. الحل الوحيد انه هذه تتقوس. هل هذا حل المشكلة؟ حلها، لأنه مين اللي أطول الآن؟ هدول كأنهم صاروا كأنه صار فيهم مركز هون مظبوط كيرفتشر. في البداية لما كانوا هيك وين موجودة هاي النقطة؟ بالإنفينيتي. لما بدأ يتقوس صارت تقترب هاي النقطة من هون لحد ما مثلا وصلت هون، فصار عندي هذا R له أصغر من R اللي هون موجودة هون، فالطول تبع هذا الآرك أطول من الطول تبع هذا الآرك. كمية التقوس هاي اللي صارت تتناسب مع التغير في درجة الحرارة اللي صار هون. إذا طلعنا هون في عندي مجموعة مواد، على فكرة المعادلة ما مطلوب منكم المعادلة، بس في معادلة بتعطيني هذا الراديوس بدلالة ام الريشو تبعت الثيكنس للمادتين، يعني الثيكنس تبعت واحد بالنسبة للثيكنس تبعت الثاني، والفا 1 والفا 2 اللي هم الثيرمال كوفيشنتس اوف اكسبانشنز. هلا راح احكي عن اليونتس تبعتهم ايش هم الثيرمال كوفيشنتس اوف اكسبانشنز. وتي 1 وتي نوت، تي نوت اللي هي درجة الحرارة الأصلية اللي صممنا عليها اللي كان السيستم عندها ما فيش فيه تقوس، وتي الجديدة هي درجة الحرارة اللي عمالي بقيس فيها. إذا تي 1 وتي نوت، ام اللي هي الثيكنس، وان آخر إشي اللي هي الريشو اوف موديلاي اوف الاستيسيتي. تتذكرين الموديلاي اوف الاستيسيتي حكينا عنه اللي هو اي، فاي 1 واي 2 فالريشو بينهم هي ان، وبعدين ام اللي هي الثيكنس 1 على الثيكنس 2، وبعدين عندي تي وتي نوت. تي نوت اللي صممت عليها بحيث انه ار كانت انفينيتي، كانت هاي القطعة واقفة تماما من هون. هدول كلهم لما باخذهم بعين الاعتبار الفا 1 والفا 2 اللي هم الثيرمال كوفيشنتس اوف اكسبانشن للمادتين، هدول كلهم بقدر احطهم في معادله موجوده المعادله، هم ما بهمنا نحفظها، يعني تعطيني ار لها. كيف اشوف عبرنا عنها بار؟ نعم تفضل دكتور. الطول الاصلي بأثر ولا لا؟ الطول الاصلي هون بالمعادله هاي ما بأثر لانه انا بحسب ار. هلا بدك تحسب انت قديش انحرفت من هون بهمك الطول الاصلي راح يعطيك هاي، بس اذا انت بدك بس ار ما بياثر الطول الاصلي حسب المعادله هون بتطلع. دكتور لو انخفضت درجه الحراره راح يكون التقوس بالعكس. هلا اظن انه بصير بس انا مش متاكد منها. قصدك انه بصير هيك بالعكس مش هيك؟ بصير التقوس بالعكس، اظن انه بصير يتحرك معك بهذا الاتجاه. بالضبط نفس المعادله يعني بضل ما بعرف كيف مضبوط. انا ما بعرف، انا اخذت المعادله زي ما هي هون واعطيتها، ما بعرف ايش بنطبق عليها هون الهاي، بس هاي اللي معكم الثيرموستات اللي معكم هو نوع من انواع الباي ميتاليك ستريب. بتشتغل على نفس هذه الطريقة، وبعدين هلا راح يصير عندي السويتش، راح يصير لما يتحرك هذا راح يضرب في مكان معين يسكر السويتش أو يفتح السويتش. خلينا نطلع على ألفا بس نهتم أكثر شوي بألفا. ألفا هي نسبة التغير في الطول، يعني خلينا نسميها دلتا ال على ال، راح يتغير بالطول في لكل كلمة. يعني هذا بعطيني الفا هي نسبة التغير اللي بالطول لكل درجة حرارة كلفن. مثلا وحدتها خلينا نشوف وحدتها هون مثلا ثيرمال كوفيشنت اكسبانشن. هلا هي هذا متر على متر فمش راح يعطيني يونتس مزبوط، فايش راح يضل عندي؟ كي ماينس 1. نشوف بعض مواد هون مثلا موجودة بعض المواد بعرف اذا هاي تستعمل فعليا. مثلا عندي مادة اسمها انفار، هذه عبارة عن سبيكة طبعا. ايش السبائك؟ السبائك اللي هي الالوي اللي هي ماده بخلط مادتين بستفيد من خصائص جديده ما كانت موجوده في واحده من المادتين الاصليه. فالانفار مثلا له ثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن وحدتها كي ماينس 1 كلفن ماينس 1 وتساوي 1.7 تايمز 10 تو ذا ماينس
6. ايش معناها؟ معناها لو رفعت، وهي طبعا بلس، بتوقع كلهم بلس، معناها لو رفعت، لو جبت متر من هاي الماده ورفعت درجه حرارته درجه مئويه واحده او درجه واحده كلفن، الزياده في الطول راح تكون 1.7 من المليون، يعني زياده طبعا قليله جدا. سالب 6 هي بتكون سالب 6 1.6 على المليون من طول الاصل لهي الماده. هلا هذا له مودولس اوف الاستيسيتي 147 جيجا باسكال، اللي هو اي مودولس يونجز. ايش هذا بقول لي؟ ايش هذا بعبر لي؟ كل ستريس كان يعطيك سترين، يعني بحكي لي عن قديش الماده الاستيك. كل ما كان الرقم هذا اعلى معناها الماده ستيف. لما اي شو كانت تساوي؟ سيجما في ابسلون، فابسلون بتساوي سيجما على اي. فلما بحط ستريس معين في الماده، كل ما كان المودولس اوف الاستيسيتي للماده هاي اعلى، مش راح ينشا عندي ستريس، راح يزيد ستريس عندي كل ما كانت المودولس اوف الاستيسيتي للماده اقل. فهذه طبعا 147، تتذكروا شفنا ستيل كان 210 جيجا باسكال مثلا. لو اخذنا ماده ثانيه يلو براس، براس كمان سبيكه من سبائك النحاس، فيها 2.02 × 10⁻⁶، والمودولس اوف الاستيسيتي 96. ما في حاجه تحفظون، بس تاخذ فكره عن الارقام. 96.5 جيجا باسكال، هون عندي 2.2 اعلى من الانبار. مثلا ستينلس ستيل هذه هون 193، اقل شوي من الرقم اللي احنا كنا نحكي عنه 210 جيجا باسكال. والثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن 1.6، عفوا هاي 10⁻⁵، اسف هاي 10⁻⁵، يعني هاي اذا بقارنها بهاي، هذه 20 تايمز 10⁻⁶، هاي 1.7 هاي 20، وهون عندي 16 × 10⁻⁶. طبعا هذول وحدتهم كلها كلفن ماينس 1، هذول وحدتهم كلها جيجا باسكال. فهذه مثلا من المواد المختلفه الميكانيكا اللي هي الثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن، قديش تمدد الماده لما تزيد درجه الحراره. وهذه هون مودولس اوف الاستيسيتي. هون هلا بصير اللي بده يصنع بده يطلع على المواد المختلفه، ايش المواد اللي بتناسب بحيث انها تعطيني هذا التحرك في الباي ميتاليك ستريب. ماشي، واضح في اسئله على هاي؟